قبل ما يبدأ المحطة يا صاحبي، لا تنسى اللايك والاشتراك وزر الجرس، وأحلى مشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معكم حنان قناة كلاب تايجر. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وراح نوريكم تحديثات أدوبني الجديدة. خلينا نبدأ. أول حاجة عندنا الريد سكويرل بيت، واللي راح يكون عندنا وراح يكون بريميوم بيت، يعني تقدر تحصله بروب بوكس، وراح اوريكم شكله ما يجي. خلينا نشوف المقطع. طبعا شوف، هذا هو القديم وهذا راح يكون التوي ستور الجديد يا عيال. انا انصدمت لما شفت، شوف يا عيال، شوفوا من جوا كيف راح يكون. راح يكون عندنا اشياء مره كثيره، زي اشياء مره كثيره. راح يكون في اماكن سريه، راح يكون في اماكن سريه واماكن موجوده في هذا المكان. هذا اول حاجة عندي اياها. راح يكون في العاب بالهبل يا عيال، وكمان اند نيو سكويرل اللي هو السنجاب يا عيال، السنجاب الاحمر تقدر تشوفوه هنا. اقرب صورة له هذه هي السنجاب الاحمر، راح يكون زي كذا. راح يكون بريميوم بيت، يعني تقدر تحصله برو بوكس في الخزنة طبعا. فزي ما تشوفون هنا شوب توي شوب اند بريميوم بيت، في اشياء مره كثير والله. 8 ام 11 ام 4 بي ام بيست. ف هذه التسريبات اللي جتنا يا عيال من ادوبني، ونقدر نشوف انه سيرش 4 بي ام بي اس لوكال تايم تو فايند اوت اكزاكتلي وين ات از فور يو، يعني تقدر انكم تدوروا 4 بي سيرش في جوجل 4 PM بيست لوكال تايم، راح تلاقوا عشان تشوفوا متى راح يكون الحدث لكم. هذا راح يكون حدث يا عيال، راح يكون حد موجود في ادوبني. شوفوا الكومنتات هنا، ام جي سو كيوت. فهذه الاشياء، وتقدروا تشوفون كمان ان ادوبني قاعدين، هذه صفحة او قناة ادوبني الرسمية. Everything you need to know about the toy shop and the premium red score. فهذه التحديثات اللي راح تجين. طبعا انا اول عربي اتوقع، ما ادري، اول عربي ممكن اتكلم عن هذا التحديث او التسريب. راح يكون موجود عندنا ان شاء الله، وراح يكون تحديث حلو. بس المشكله انه كل حاجه صارت بروبوكس، يعني تحتاج بروبوكس عشان تشتري هذا الحاجه. ف يب، ونقدر نشوف هنا كم. طبعا شباب، في هذه اللحظة انقطع التصوير علي، المهم ما في حاجة يعني مهمة كانت. المهم لا تنسوا سبسكرايب واللايك وجرس التنبيهات، واكتبوا لنا تحت في الكومنتات ايش تحسوا، هل هذا الابديت كويس ولا لا. ويلا بيس اوت.